باشمهندس محمود، انا هدفي اعمل موقع ويب سايت بدل في قراءه وتعليم وتثقيف الشباب والعرب، واكتب فيه مواضيع ما اعرفش ايه كذا 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 كذا، ان شاء الله ابقى محترف واعمل ويب سايت واتجاوز كل العقبات ان شاء الله، بالذات عقبه السن. بجد يعني كتر خيرك يا باشمهندس، وان شاء الله يدوم نجاحك. وفي حلقه اسالني انا سؤالي ازاي ابدا الهدف ده من سن 14 سنه او 15 سنه. مارك بدا من السن بتاعك تقريبا، فابدأ من النهارده. وانت دلوقتي على البدايه الصح، انت بدأت تتواصل معايا ومع غيري من اليوتيوبرز، بدأت تسأل. هو يعني اول طريق النجاح انك تسأل اساسا، يعني اول طريق المعرفه انك تسأل. يعني مش فاكر دوله ايه في التعليم الابتدائي هناك بيروحوا من الاطفال بتروح المدرسه لمده 3 ساعات في اليوم مش اكتر من كده، وما بياخدوش هوم ورك. فسألوهم، من دول المتميزه جدا في مجال التعليم يعني، فكانوا بيسألوا وزير التربيه والتعليم، فقلت لهم احنا يهمنا ان الطفل يستكشف العالم اللي حواليه، يستكشف الطبيعة، يستكشف المجتمع، وبالتالي يطلع بأسئلة. احنا وظيفتنا ان احنا نوفر له الإجابة على الأسئلة دي، مش احنا اللي نلقمه الأسئلة ونلقمه الإجابة. فأنت في فترة ممتازة جدا من عمرك ابدأ بالحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها، ادرس أساسيات هاردوير، ادرس أنظمة تشغيل، ادرس شبكات كأساسيات على الأقل، حتى لو انت مش هتخصص في أمن المعلومات يعني. ادرس تصميم مواقع، ادرس تطوير مواقع. لو قدرت تلم الدنيا دي كلها في خلال سنتين، وهيكون عندك 17 سنة، هتكون قادر انك تحدد اتجاهك فين تحديدا. ومش بعيد نتقابل وانت عندك 20 سنة ان شاء الله، او 19 بلاش 20 سنة، انت عامل حاجة بتنافس الفيسبوك. فأتمنياتي لك بالتوفيق.